التحذير من خطر انهيار مبنى الكواكب في الكفاءات يتجدد. التفاصيل مباشرة من هناك مع الزميلة ليال بوموسى. ليال، مساء الخير، ماذا في تفاصيل احتمال أو خطر انهيار هذا المبنى؟ تفضلي، الهواء لك. مساء الخير جورج. يعني كي لا تتكرر كارثة مبنى فسوح في الأشرفية، نحن الآن متواجدون أمام مبنى الكواكب أو مشروع الكواكب في منطقة الكفاءات، المشروع الآيل بالسقوط والآيل بالانهيار بقرار من قاضي العجلة، وليس يعني ليست تكهنات فقط أو تخوف من الأهالي. معي مباشرة رئيس لجنة البناية مشروع الكفاءات. يعني حضرتك مهندس اليوم، إذا كيف يعني إذا بدنا نوصف وضع هذا البناء؟ الوضع البنائي مأساوي من ناحية هندسية، وحسب ما نحن التجأنا للقضاء والقضاء عين خبير وطلع بالحكم أنه البناية معمرة بمي مالحة وما فيها المواد الكافية. المي مالحة بتأثر على تآكل الحديد، وتآكل الحديد بس يدوب الحديد يعني معناتها البناية صارت معرضة للهبوط. فأنا من هذا المبدأ بطالب البلدية وجميع المعنيين انه اول شيء ياخذوا اي الاجراءات اللازمه مشان الماره اللي هون، يمكن بتعرف اي ساعه بتوقع البنايه. اثنين، في بعض السكان موجودين بقلب البنايه يلي ما قادرين يخلوا البيوت لسبب الاوضاع الاقتصاديه، فكمان الهيئه العليا للاغاثه كمان تنظر لهذا الوضع وتامل لهم البديل. اما بالنسبه للوضع البنايه، نحن بنطالب الجميع المعنيين من فخامه الرئيس ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب أن ينظروا لقضيتنا اللي هي 22 عائلة مشردة، ما حدا عم بيساعدنا بهذه القضية. نحن صرنا سنة عم نتابع هالقصة مع القضاء، فبتمنى من جميع المعنيين ينظروا لهذه القضية. مباشرة لعند يعني حضرتكم عائلة بعدكم موجودين بالبناية، يعني عم نشوف الخوف، حتى رح انتقل دغري قاسم، يعني عم نشوف الخوف بعيونك. خبرني يعني بعدك عايش بالبناية لأسباب مادية، أهلك ما قادرين، يعني شو بدك تقول، شو بدك توصل للدولة لحتى تحميك؟ أنا بس بطلب من الدولة ومن كل اللي حرمونا أنه ناخذ بدل سكن لحتى ننتقل على بناية تانية، انه نحن هلا عايشين بخطر. وامبارح لما الله بده يحمينا كنا متنا، ولو مرق حدا كان دغري مات، لانه الحجر هذا كل حجر الحجر كبير. ونحن كثير خايفانين، وامبارح نمت عن ستي وجدي كاني خايفان، واليوم ما كنتش حارجع بس اضطريت، لانه نحن ما فينا نضلنا حتى ما نضايقهم. نحن حابين بس من كل الدولة انه تساعدنا، من كل العالم، لانه مش بس نحن اللي حنتأذى هون اذا وقعت البناية، مش بس نحن، حتى قلب على البنايات التانية، يعني ما في بس حدا حينأذى، كل العالم حتنأذى. وانا دائما عم بعيش حالة خوف دائما، ولا ما حسيت حالي مبسوط، لانه دائما عايش ببناية مهددة بالانهيار. يعني جربتوا تحكوا مع المالكين؟ حكيتوا مع حدا يعني غير الدولة؟ لأنه اليوم كمان في مسؤولين. قلنا سنتين ونص بهيدي القضية، حكينا مع المسؤولين وحكينا مع أصحاب الملك، حكينا مع ما خلينا باب ما دقينا، بس لحد هلا نحن عم نحكي حكي. بس التلفزيونات اجت صورت من سنتين لهلا، وهي رابع مرة بيصوروا، ما عم نقدر نحصل على نتيجة من حدا. من طالب مين بدك؟ بدك هلا بطالب وزير العدل، وبطالب رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء، رئاسة النواب، الكل هلأ يجتمع. يعني أنا لو هلأ عم عنف ولادي، كانت الدنيا قامت وما قعدت، المرأة عم بتعنف ولادها. طب أنا أم وقلبي محروق، ظهرة من عملية كان حق نسبة نجاحها 10% لكون أنه بحالة السلامة. ولادي يعني هذه هي يعني صرخة وجع، صرخة حقيقية، يعني نداء إلى الدولة اللبنانية وإلى كل المسؤولين بهذه القضية، يعني لإنقاذ العائلات التي لا تزال تعيش في هذا المبنى. شكرا لك. إذن ليال بوموسى حدثنا مباشرة من محيط مبنى الكواكب في منطقة الكفاءات.